فسلامة القلب عائدة إلى هذين الأمرين، عائدة إلى هذين الأمرين، التوحيد والاتباع، التوحيد والاتباع. ولهذا يقول، قال بعض السلف: ما من فعلة، يعني عمل يعمله الإنسان وإن صغر ذلك العمل، إلا ينشر له ديوانان، يعني يوم القيامة يسأل سؤالين: لما وكيف لما فعلت وكيف فعلت. الأول سؤال عن التوحيد، والثاني سؤال عن الاتباع. الأول سؤال عن التوحيد: ماذا كنتم تعبدون؟ والثاني سؤال عن الاتباع: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل عن هذين، يعني كل من يقف أمام الله سبحانه وتعالى يسأل عن هذين الأمرين، عن عبودية القلب وسلامته من عبودية ما سوى الله، عبوديته بالإخلاص وسلامته من عبودية ما سوى، وأيضا الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، والسلامة من تحكيم غير الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان: لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني: نعم. وفيه الآية الكريمة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. قال رحمه الله: ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضاه؟ نعم. وهذا أيضا فيها الآية الثانية، وكلاهما في آخر سورة أواخر سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة بتحقيق المتابعة. نعم، بتحقيق المتابعة وسلامة القلب. نعم، أحسن الله إليكم. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع، فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. نعم، يعني هذه خلاصة الآن يعني عظيمة في باب سلامة القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في سلامة القلب مرده إلى التوحيد والاتباع، مرد السلامة إلى التوحيد، توحيد المعبود والاتباع للرسول الذي هو مقتضى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ويوم القيامة يسأل العباد عن هذين الأمرين: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ طريق التخلص من السؤال الأول والنجاة تجريد الإخلاص، وطريق التخلص من الثاني بتحقيق المتابعة وتحقيق سلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص، هذا الأول، وهوى يعارض الاتباع، هذا الثاني. فهذه حقيقة سلامة القلب، يعني سلامته من الشرك وسلامته من الأهواء،
سلامته من الشرك وسلامته من الأهواء. نعم.